ده واحد أبله بيتكلم أبله يقول لك نواجه تحديا كبير في توفير المياه بسبب كثرة عدد السكان ونستثمر في توفير المياه. يا مش هنزرع. يعني تحدي المياه اللي حصل في مصر يا جماعة مش عشان ان السيسي فرط في مياه النيل وراح عمل كيلوباميا وقال له قول والله والله، لا، مش عشان ان احنا اتعمل سد النهضة واثر على مياه النيل، بيقول لك ده احنا عشان كتير، احنا طول عمرنا كتير. بس الخيبة اللي حلت ان عبد الفتاح السيسي وقع اتفاقية وضحى بمقدرات مصر المائية مش عشان احنا كتير. بيقول لك كلامي موجه للناس المصريين والبسطة، المياه مش متوفرة في مصر بالبساطة اللي بتشوفوها، محتاجين نطور نظم الري والزراعة كي نستفيد من كل نقطة مياه. لا، احنا محتاجين حكومنا راجل يعرف يحافظ على حقوق مصر المائية، محتاجين يحكمنا راجل ما يبقاش تافه في عيون أبي أحمد واللي مشغلين أبي أحمد والإماراتيين يلعبوا بينا، محتاجين يحكمنا راجل يعرف يحفظ مية النيل زي ما هي محفوظة من بداية التاريخ لحد الاتفاقية الشؤم اللي وقعها عبد الفتاح السيسي. السيسي بيقولك الناس اللي بتقول المصاري اللي احنا مشيناه كان إخفاق، لا ما كانش غلط، احنا عدد سكاننا كتير وموارد محدودة وما كانش قدامنا غير يا نعيش يا نموت، قررنا نعمل ونعاني وإلا مصر تضيع بجد. مصر بتضيع باللي انت بتعمله.